مرحب بكم يا برج العقرب في القراءة العامة لشهر يونيو 2019، قراءة عامة عن العاطفة والعمل والمال، الصحة وكمان الوضع الدراسي. أتمنى إن هي تعجبكم إن شاء الله. يا ريت الأول مرة يشوف الفيديو يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه مشتركش. ولأي أسئلة أو أي استفسارات تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق وسائل التواصل اللي هتلاقوها موجودة تحت الفيديو. طبعا يا برج العقرب، دي قراءة عامة ما تنطبقش على كل الناس، قد تنطبق بنسبة 50%، 100%، أو ممكن ما تنطبقش خالص. دي طاقتك انت يا برج العقرب، ممكن يكون جايلك عرض زواج أو انت عايز تتزوج. للمتزوجين منكم كمان ممكن تكونوا عايزين تجيبوا أطفال، فبسم الله ما شاء الله، يعني طاقتكم جميلة جدا والحب عندكم في أحسن حالاته. بس خلينا نشوف إيه اللي ورا كده. ده أنت يا برج العقرب، وده الحبيب، ده وضعك في الشغل، وضعك الصحي، وضعك الدراسي والنصيحة. هو انت شكلك انت والحبيب بسم الله ما شاء الله يعني زعلانين جدا، بس ممكن تكونوا انتوا عايزين تحققوا ده، يعني انتوا عايزين توصلوا للليفل ده من الحب. بس انا شايفكم في الوقت الحالي مفيش الكلام ده خالص يعني، فخلوني اوضح. طيب هو أنا شايفك أنت برضو محب جدا، يعني أنت بتحب، يعني ما بتفكرش أصلا بالحب، يعني أنت بتحب كده وخلاص، عندك حب شديد ومشاعر جميلة تجاه الحبيب بالرغم من كل المشاكل اللي ما بينكم والصراعات. في مشاكل على فكرة وصراعات ما بينكم، ممكن تكون على فكرة أنت أكبر منه، بس انا شايفكم على فكرة انتوا ممكن تكونوا متخانقين، يعني في خناقات كتير ما بينكم، بس انت بتحاول ان انت تحكم عقلك وهو، يعني انا شايفكم بصراحة انتوا الاتنين بتقفوا لبعض يعني، بس برضو في نفس الوقت بترجعوا بتفكروا بالعقل. انا شايفك على فكرة انت بتحبه اكتر ما هو بيحبك، يعني انا شايفك انت، لان لو رحت جيت للحبيب هتلاقيه هو كمان واقف لك على الواحدة، كل حاجة بيعمل لك مشاكل عليها دايما، كل اخطائك واخد باله منها ومبيتحكمش بمشاعره، دايما بيفكر بعقله واقف لك على الواحدة، لأي غلطة بتغلطها بيجي ويقف ويتكلم لك عليها، ما بيعدلكش يعني اي حاجة مش بيعديها. ممكن برضو يكون، يعني هو طلع لك كارت الجاستس، فده معناه ان هو كل غلطة انت بتغلطها بيجي وبيحاسبك عليها وقف لك زي القاضي كده او زي المحامي. ممكن يكون هو ده سبب الصراعات والنزاع اللي ما بينكو وزعلك من الحبيب، يعني على الرغم من انك بتحبه. فممكن تكون انت دلوقتي قاعد بتفكر، بتشوف هتعمل ايه، عايز تحسبها بالعقل، بتحسبها بالعقل والمنطق والحكمة، وبتشوف انت هتتصرف ازاي في الوضع ده. ده بالنسبة للعاطفة. اما بالنسبة للعمل، فانا شايف في عندك مشاكل في الشغل حصلت لك على فجأة ما كنتش انت عامل حسابها، ممكن تكون سبت الشغل فجأة وانت ما كنتش مستعد لكده، او حصلت لك مشاكل انت ما كنتش عامل حسابها وما كنتش متوقعها، ومشاكل كبيرة على فكرة. فانت دلوقتي بتحاول ان انت تسيطر على الامور وتحاول ان انت
ما تفقدش سيطرتك يعني على الأمور وكده، وتصحح كل الأخطاء وتلم الدور يعني. كمان قاعد ومستني المشكلة تتحل أو مستني عرض جديد في الشغل. ده بالنسبة لوضعك في الشغل. بالنسبة للصحة، فبسم الله ما شاء الله صحتك كويسة، سواء صحتك العضلية أو صحتك النفسية. كمان أنت ممكن تكون بتعمل تأمل، يعني ما شاء الله. لا صحتك تمام، أنا مش شايف أي مشاكل في الصحة، أنت عندك بس المشاكل في العاطفة في الشغل. أما بالنسبة للوضع الدراسي، فأنا شايف في ناس منكم ممكن يكونوا عايزين يسافروا ويدرسوا في مكان برا، يعني عايزين تدرسوا في بلد غير بلدكم، بتتطلعوا لده وبتدعوا ربنا إن ده يحصل، يعني دي أمنية بالنسبة لكم، وعجلة الحظ طلعلكوا، دي معناها إن إن شاء الله أمنيتكوا دي هتتحقق، يعني معظمكوا عايز يسافر يدرس في الخارج وبيدعي ده من ربنا، وربنا هيحقق لك اللي أنت عايزه إن شاء الله. ده بالنسبة لمعظمكم يعني، أو كلكم كمان يعني. بالنسبة للوضع الدراسي مفيش أي مشكلة، حتى اللي ما بيفكرش في سفر أو في دراسة في الخارج، الحظ معاك وهتحقق نجاح وهتحقق اللي أنت عايزه إن شاء الله. بالنسبة للنصيحة، هو طلع لك هنا بداية جديدة، فممكن تكون البداية الجديدة دي في علاقة أو في شغل، يعني بما إنك خسرت شغلك أو في خسائر من نوع ما في شغلك، فأنت طلع لك بداية جديدة، سواء في الحب أو في الشغل، بيقول لك ابتدي. كمان بيقول لك حاول إن أنت ما تكونش غامض بعض الشيء، هو معروف عن برج العقرب الغموض، فبيقول لك حاول إن أنت تتخلص من الغموض ده، يعني لو في حاجات مخبيها مثلا عن الشريك تصارحوا وحلوا النزاع ده. كمان حاول ان انت ما تعيش في دور الضحية كتير، انت قادر ان انت تخرج من حالة الحزن او حالة الصراعات اللي انت فيها دي، القرار في ايديك انت، لان انت عندك الحب كله وعندك الحكمة، فحاول ان انت ما تفضلش في الحالة دي كتير. طيب خلينا طيب نشوف بالنسبة للمنفصلين من برج العقرب في رجوع ولا لا. للمنفصلين، بس أنا شايفك يا برج العقرب أنت محب، يعني ممكن تكون على فكرة أنت غالبا بتتعامل مع حد من أبراج هوائية، وخصوصا برج الميزان، وأنا أعتقد إن التفاهم ما بينكم وما بين برج الميزان مش قد كده يعني، بس الحب طبعا هو أساس كل حاجة، فأنتوا حاولوا إن أنتوا تحسبوها بالعقل زي ما أنتوا بتحسبوا، وتدوا فرصة لنفسكم وللشريك وتبتدوا بداية جديدة. نشوف طيب إذا كان في رجوع للمنفصلين من برج العقرب. رجوع للمنفصلين من برج العقرب. أنا شايفكو أنتوا ممكن تكونوا قاعدين مستنيين الشريك، ممكن تكونوا أنتوا بتراقبوه وهو كمان على فكرة بيراقبكو، يعني أنتوا الاتنين بتراقبوا بعض على السوشيال ميديا وبتبصوا على بعض من بعيد، وعاملين نفسكم ان انتوا مش واخدين بالكو، يعني هو ممكن تكونوا انتوا حاسين ان هو مش واخد باله منكم، ان هو مش شايفكم، ان هو ما بيفكرش فيكو. لا هو بيراقبكو وانتوا كمان بتراقبوه. هتبتدوا ان انتوا تفكروا وتدعوا ربنا ان يحصل فيه رجوع، يحصل حاجات مشتركة ما بينكو، بس انا شايف ان هو ضحك عليكو وكسر قلبكو، بس ربنا هيجيب لكو حقكو، في كارما في الموضوع، اللي هو عمله فيك هيتعمل فيه، لانه هو ضحك عليك وكسر قلبك، هو كسر قلبك وضحك عليك
وممكن يكون كان بيوعدك وعود كاذبة، بس ربنا هيجيب لك حقك. فانتوا ادعوا لربنا بان اللي انتوا عاوزينه هو اللي يحصل، وربنا هيعوضكم ان شاء الله، وهتشوفوا حقكم وهو بيرجع لكم. ده بالنسبة للمنفصلين من برج العقرب. طيب نشوف العزاب، هل في حب قادم في الطريق للعزاب من برج العقرب؟ طبعا طبعا يا برج العقرب، يعني انتوا العزاب منكم ممكن يكون عندكم حزن برضو، او ممكن يكون الحزن ده بسبب شيء ما، او حزن ان انتوا برضو كنتوا في علاقة وتخلصتوا منها، او حزن بسبب ان انتوا مش عارفين تدخلوا في علاقة. بس حابب اقول لكم ان الشمس هتطلع، واللي انتوا عايزينه هيحصل، في عرض كويس جايلكو، وكمان في بداية جميلة، بداية جميلة مع حد بيحبكم قوي، ونفسه ان هو يكمل معاكم للأبد، يعني عايز يبتدي معاكم من الأول خالص، من الصفر، وتكبروا مع بعض وتبنوا حياة جميلة مع بعض. فأنا شايف في بداية جميلة جدا لبرج العقرب إن شاء الله الشهر ده. الشمس هتطلع بعد كل التعب وكل الحزن اللي انتوا كنتوا فيه ده. فخليكم متفائلين يا برج العقرب، وإن شاء الله في بدايات حلوة جاية لكم. طبعا مستني أعرف رأيكم، تقولوا لي القراءة دي انطبقت عليكم ولا لأ، ولو انطبقت بنسبة قد إيه. طبعا لأي أسئلة أو أي استفسارات تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق وسائل التواصل اللي هتلاقوها موجودة تحت الفيديو. متشكر جدا ليكم يا برج العقرب.